جس بيروت دبي. لحقناها لاست كول على القد على القد على القد على القد. وان لاست مينت اول باب مسكر تاني باب عم بيسكر. يس يس ثانك يو باي باي ثانكس سي يو نيكست تايم. Good morning. ليش عم بلهت؟ لأنه صار لي 5 ساعات عم بركض بالمطار. اليوم صورنا بالمطار بحمد انترناشنال ايربورت, one of the most beautiful documentaries ever. برمنا المطار كله سوا, فرجيتكم اياه, عرفكم عليه, ومش بس هيك دقنا اشياء طيبة ورح تتعرفوا على اشياء كتير حلوة. فيكم تحضروا فيديو بيوتيوب تاني, فيكم تشوفوا الاوريو كوفي شوب, رالف لورين كوفي شوب, فيكم تشوفوا كتير اشياء رائعة رائعة رائعة. وإذ ركضنا وصلت على الطيارة. الطيارة كتير مبسوط أنه 4 ساعات ونص. في ناس بتقول إف ساعة زيادة, أنا مبسوط, بحب كتير الطيران, بحب أقعد بالطيارة بحب to experience الطيارة, وخاصة هيدا الطيارة اللي هي عمان اير leased by Qatar Airways to Beirut is a first class experience. Cabin seats, room, ما بعرف ما نسميهم, بتنام 180 درجة, في واحد ينام يرتاح, التلفزيون كتير كبير, الفلومة اللي موجودة on board حلوة, and the experience starts من الأول, إن كان التاول ديبتيك, إن كان المي القنينة اللي عندي هون, الهيدفونز, وصلنا هلأ sparkling water to start. بعدين عنا المنيوز اللي رح فرجيكم اياهم بعد شوي, ان كان الواين منيو الرائع, او ان كان الاكل هلا بعد ما شفت شو عنا, وهول كل التفاصيل رح نعيش سوا. The Qatar Airways experience for 4.5 hours. انا تليفوني اللي فاضل بدنا نشارجه بعد شوي, قد ما رح اقدر تسمعه, مع انه كمان فيري هابي انه ايرباص A330 مش البوينغ 777 اللي صوته كتير عالي, even though انا قاعد على الموتور. ورح نعيش سوا اختبار من اول لاخر. فيني اقول لكم بالفيديو الثاني اللي هو حمد انترناشونال ايربورت, اكلت 2 بيتزا برجر, ايس كريم, 2 كيك, 3 كيك, and yet بدنا نبلش هلا بالـ lunch experience on board Qatar Airways business class. يلا stay tuned. لكن خلينا نرجع نفوت بالتفاصيل. من بداية رح نبلش, تفهم علي شوي, رح نبلش بشامبين ابيض او روزي. رح نكفي سفرة على فرنسا او على تشيلي. تذكرت هلا انه the favorite ever كان نيوزيلند, ساوث افريكا كان عظيم, لوسنز دراي هيلز الروعة, ما عبالي دو شيراز honestly, بكره باستراليا لحين, واخر شيء بورتو تو سويت. بالمنيو لحمة شريمب and vegetarian with a load of Coca-Cola, Sprite, ginger ale, still sparkling apple, cranberry, mango and everything in between. بنضوح الكمبيوتر, نبلش ننزل فيديوز, نلتقى فيكم على الغداء. 7 years in a row best airline in the world, والثامنة قريبا. احترام, استقبال, ضحكة, تهذيب, بيقتلوا حالهم. شو بدكم تعملوا لكم؟ قد ايه واحد يكون تعبان بيرجع لهون بينسى الدنيا. لافلي. واتس فور لانش؟ فور لانش رح نبلش خبز اكيد, سوب اوف ذا داي. في عندهم ميزة, عندهم بيف بومغرانيت صوص, عندهم كاتاري روستد جامبو برونز, تراديشنال ميكست جريل, اند هوم ميد بافالو موزاريلا متزلونه. ديزرتس بيستاشيو, سافران مالي كيك, اند فريش بيريز. المهم مش الاكل, المهم دفنتلي الواينز. الواينز رح نشرب شيء من المانيا, من البرتغال,
فرانس ساوث افريكا شامبين روزي دفنتلي هلا بعد شوي. الروزي عظيم لوران بيريه. بعدين عندنا شاردوني من فرنسا، عندنا سوفينيون بلان من تشيلي، ساوث افريكا. Yes. Definitely. So I'm gonna have the seared spiced beef to start. The rosé champagne. Okay. And then the Qatari roasted jumbo prawns. And the dessert is gonna be saffron malai cake. Shall I offer you a drink with the salad, the prawns? So after finishing with the rosé champagne, I'm gonna go on a trip to... The rosé will come with some warm nuts, yeah? Beautiful. I'm gonna go on a trip to South Africa. And have wine, an old wine dessert, Chenin Blanc 2021. You wanna try the Discovery? Which one is it? Yeah. Okay. Can't wait. Would you like to have a different drink for the prawns or the same? For the prawns, coffee is coming. So let's do South Africa to start, and let's go on a trip to Chile as well, or New Zealand. So New Zealand, yeah. Lawson's Dry Hills. Okay. So same wines as the ones I had on my way in, and I loved them. We will come with the sparkling water and still water later. Would you like to have some olive oil dips, balsamic vinegar, sparkling water, tomato, pomegranate? Wow. Sparkling water, definitely. Olive oil, definitely. A Diet Coke, if you don't mind. Okay. And that's all fun. Should we serve you right after takeoff or a few hours later? The flying time is 3 hours and 45 minutes. Right after takeoff? Yeah, let's do it. Have a lovely flight, yeah? Thank you. You're coming with dates and استقبال واحترام. استقبال واحترام. Professionalism at its finest. كانت وقت بتذكر أي نبيت حبيته كتير بالمجة. كتير 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 حبيته. بعتقد نيوزيلند. ولدرجة قررت أنا ما أشرب شي تاني. South Africa. عظيم. Let's have a coffee. Perfect. Deal and some dates. There we go. Thank you. Champagne first. الروزي وطلعوا الكرم مع بيع على الآخر. تجي دائما. مع شوية كاجو، شوية ألمنز. هني عم بحضروا الغداء، أنا عم نزل صور طبعاً اليوم ومبارح and enjoying the flight. It feels so good, so relaxing. عم برجع أتخيل وارجع أتذكر 7 أيام بالدوحة قد كانوا حلوين. شو هالبلد العظيم. أكيد برجع وكتير قريباً عبالي أقعد one on one أنا وياكم وارجع أخبركم كل انطباعاتي، قديش هالبلد فيه خير، قد هالبلد مهم، قد هالبلد إيمنت فيه وحسيت له وحسيت أنه بدي أرجع أكتر وأكتر وأكتر. تشيرز. شفتوا السيت اب الحلو؟ انا برجع بخربطه تمتوا هكروا بعدين انه هو هيك. بس بحبها كثير الطياره لانه الطاوله تبعها بتروح بالعرض، الكاميرا صارت قدامي عم بتشوفوا كل شيء، انا فيني اتحرك في انوف سبيس تقريبا 4 كراسي، كل شيء مزبوط جالس. اذا في حدا عندكم بتسكروا له هيدي وخلصت. بنبلش بالصحن، شقف اللحمه الغير شكل، الفيليه الحمراء من جوا. Mmm.
العبقرية مع دبس الرمان ما بدأ إلا شوية موتارد وكان طلعت عظيمة. سباركينج ووتر سان بيليغرينو النبيد يلي نقيته ساوث أفريكا تشيلي نيوزيلند فيفورت وينز. وهي الخبز السيجنتشر تبعهم اللي هي ثلاث حبوب ثلاث شقف جاي مع القماشة سمرة جبنة أو عادة وبتجي سخنة وبتضلها سخنة حتى لو صار لها 10 دقايق وبعد ما عضمت. بيجي مع زيت زيتون بيجي مع الزبدة شقفة اللحمة الجاهزة full set of cutlery and we have a go. I'm enjoying my time as always. حاسس انه هالشركة تشبهني هالشركة حلوة هالشركة مهمة هالشركة بكل سقة ربحاني 7 مرات ومش عم تكذب على الناس بتستاهل تربح 7 مرات لو شو ما صار. وبعتقد رح سافر قطر ايرويز اكتر واكتر واكتر. حضروا حالكم امريكا اطول فلايت فيكم تعملوه 16 ساعة استراليا تقريبا 14 ساعة واللي كلهم رح نعملهم مع قطر ايرويز ورح نعيش كل الطيران اليوم اون بورد العمان اير ايرباص A330 بس اكيد 787 747 777 777 or 8380 كله راح نشوفه. جوستاف تشيرز. نكس انتقلنا لنبيد الأحمر بينو نوار فول بودي اميزنج and then local shrimp nice saffron rice شوية كرامبريز خضرة shrimp good food. This is good food. And Heinz moutarde à l'ancienne coarse grain mustard. This is good food. الشريمب عظيمة. الرز عظيم. الخضرة عظيمة. كأنه الشيف اشتغل صحن صحن كانوا عم يعملوا لأولاده. وأنا والموتارد خبرتكم هذا أصحاب في ناس بتقول إيه فلا بتحرق لسانك. أنا الموتارد مثل اللبنة هلا بتفتح لي كل لبنة خيري قبل. Enjoy it, enjoy it, enjoy it, and you have to try it. Big time. You have to try it. كان طيب؟ ما بعرف. كان كتير طيب. هو والمسترد. أنا لإلي سفرة سريعة. سريعة كتير، 4 ساعات قطعوا هيك. وصلنا على بيروت الشمس كتير قوية بس قالونا الحرارة تحت شوي صعب كأني سمعت 12 بس الشمس هون على فردميل بتحرق. كانت سفرة كتير حلوة كتير خفيفة نظيفة سموز أكل طيب الستاف دايما 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 سوبر بروفيشنال. Big crew prepare for arrival and this is our last message. يلا goodbye ومنلتقى قريبا سفرة جديدة بلد جديد إن شاء الله تكونوا دايماً عم تستمتعوا بالبرمات وبالسفرات. إذا كنتوا قادرين تسافروا أو لا إذا كنتوا بالبيت أو عم تبرموا أو إذا عبالكم تعيشوا الاختبار وتنبسطوا بكل اللي عم دوقوا. بتلكم بسطتوا بالسفرة وملتقى بالحلقة اللي بعدها.